اهلا بيكو. احنا في محاضرة الكلاس روم مانجمنت. ابتدينا في الفيديوهات اللي فاتت اتكلمنا عن الموتيفيشن وعن اهميته وعن انواعه وازاي نستخدمه. في المحاضرة دي هنتكلم على some classroom management strategies، الحقيقة اللي تخلي المانجمنت مور افكتيف. هنقسمها لجزئين. الجزء الأولاني بيتكلم على التايم مانجمنت الخاص بالمحاضرة أو الليسن، والجزء الثاني هيتكلم على تعمل إيه جوه المحاضرة أو الحاجات النصايح اللي المفروض تحاول تتبعها وأنت جوه المحاضرة علشان تحسن من كفاءة العمل بتاعك. لو ابتدينا بالتايم مانجمنت، الحقيقة دي كانت نصايح مقدماها واحدة اسمها لورا ستاك. نصايح مهمة وبتفيد في كل أنواع الكلاس رومز. فأول حاجة الحقيقة بتقولها لنا لورا ستاك هي practice 10 to 1. practice 10 to 1 الحقيقة بشكل مباشر كده هي معناها ان انت لكل ساعة محاضرة اصرف 10 ساعات تحضير. قد يكون الرقم ده مبالغ فيه شوية، بس بيشير على الأقل لقد إيه الوقت اللي أنت محتاج تصرفه علشان تعد للمحاضرة. في حاجات بقى هتقلل العشرة، أوكي؟ خليها 9 8 7 5 3، بس عمرها ما بتبقى أقل من 1 ل2 أو 1 ل3. يعني ده انا بقول لك من الاكسبيرينس بتاعتي، ان انا عشان اطلع محاضره شايف انها كويسه بعد السنين دي كلها انا على الاقل بقعد 2 أو 3 ساعات عشان اقدم ساعه واحده من المحاضره. ومع ذلك نرجع، طب اما العشرة دي جت منين؟ العشرة دي جت لان انت علشان تقدم ساعه محاضرات في وقت كبير جدا انت محتاج تصرفه في ان انت تتعلم. المسألة مش مسألة بس ان انت تلم سلايدز وترتب بالافكار وتحط وتقول هنا كذا وتقول هنا كذا وتقول هنا كذا، ده اللي بياخد 2 3 ساعات، اوكي؟ لكن طيب اللي انت تعلمته خد منك وقت قد ايه؟ هنا طبعا بقى بيجي خبرتك الشخصية والدروس والمحاضرات اللي انت خدتها في حياتك. المحاضرات والدروس والاكسبيرينس اللي خدتها في حياتك دي هي اللي بتضيف ل7 ساعات او 8 ساعات التانيين. فانت مثلا علشان ادي كورس انا في زي كرايسيس مانجمنت مثلا، واحد من الكورسات اللي بديها كرايسيس مانجمنت مثلا، رحت خدت كورس من الكورسات خد مني 6 ساعات أو 7 ساعات اونلاين لوحده، غير القراءات السابقه غير الكتب الثانيه والكورسات الثانيه اللي استفدت منها وكنت واخدها اوريدي قبل كده. فعلشان تقلل عدد الساعات اللي محتاجها للإعداد، يبقى أنت لازم بشكل مستمر بتتعلم حاجة جديدة. وهنا نرجع علشان تتلرن كويس، عشان الليرنينج بتاعك يبقى أحسن you need to teach. فأنت actually طول ما أنت عندك وقت تتعلم حاجة جديدة ما تستخسرش في نفسك أنك تتعلم حاجة جديدة. اتعلم، اعمل حاجة جديدة، اتقدم لموضوع جديد، احضر محاضرة، اسمع كورس، اقرا كتاب، كل ده اعداد ليك، اعداد ليك انت بشكل كامل. بتعمل الفرشة اللي انت بتبقى واقف عليها كترينر، وساعة ما تعوز تحضر محاضرة بتلاقي الريسورسز بتاعتك جاهزة، مش محتاج تاخد الكورس تاني، وانما محتاج ترجع لمحاضرة واحدة منه او تبص على بعض النوتس او بعض السلايدز. فهنا انت خليك دايما في استعداد مستمر واعداد لنفسك في الوقت. تاني حاجة plan for less. اولا احنا من ضمن الحاجات اللي لازم تعرفها، ودي ملاحظة شفتها على مدار السنين في نفسي وفي غيري، ان انا لما باجي مثلا مطلوب مني اديك محاضرة ساعة، العادي ان انا اجهز المحاضرة ويتهيألي ان انا هقولها في ساعة وبعدين الاقيها طلعت في 2 أو 1.5 ساعة. اوكي؟ ده طبيعي، وكل ما كانت خبرتك اقل كل ما كان الوقت هيسرح منك اكتر. كل ما كانت فتره الكورس اطول كل ما انت التراكمات بتاعت
دي كنت هقولها في ساعة اتقالت في ساعة ونص، دي كنت هقولها في ساعة ونص اتقالت في ساعتين، دي كنت هقولها في ساعتين اتقالت في أربعة، هتلاقي الكورس بقيت محشور جوه مش عارف اتحرك. فعشان كده انت استعد دايما ان انت plan for less، بمعنى ان انت اللي تحس لأول وهلة انه يتقال في ساعة تصور انه لا ده هيتقال في ساعة ونص، فطب نشيل منه ايه؟ اوكي. من الحاجات التانية اللي لازم تحطها في اعتبارك ان عادة لما بيتقال ان انت هتدي ساعة محاضرة، الساعة المحاضرة دي فيها حاجتين بيطيروا منها. الحاجة الأولانية ان في أسئلة، في ناس هتقطعك او انت لازم على الاقل تديهم وقت في الاخر يسالوا اسئله عن الكلام اللي انت اتكلمته، ففي كل الاحوال لازم هيقتطع جزء من الساعه دي للاسئله. ثانيا ان مفيش اي مؤسسه تدريبيه او تعليميه الا لما دايما عندها الساعه الاكاديميه او الساعه التدريبيه بتتراوح ما بين 45 و55 دقيقه، بمعنى ان انت لو هتتكلم المفروض انت رايح تتكلم ساعه، بتلاقي الوقت المتاح ليك ساعه الا 5 دقائق، ساعه الا 10 دقائق، او ساعه الا ربع، رغم ان هي ساعه اسمها ساعه اكاديميه. فمن هنا برضو يبقى واجب عليك ان انت خلي بالك 10 دقائق ساي 50 ساعه، ده المتوسط، 50 دقيقه ده المتوسط، 50 دقيقه في الساعه يعني طار منك سدس الوقت، مش رقم قليل، سدس الوقت طار منك. فمن هنا للعوامل المختلفة دي ان انت هيبقى عندك اسئلة، ان اوريدي الساعة في الاصل هي اقل من 60 دقيقة في العملية التعليمية. ثالثا ان انت عندك تندنسي طبيعي ان انت تحط اكتر من الوقت اللي هيتقال، فانت حط ده في اعتبارك، هتخلي نفسك ايه لميت الكونتنت شوية وقللته او قللت الكلام اللي هتقوله علشان تتناسب مع الوقت اكتر. على الجانب الاخر بقى، طيب ما انت دايما عندك خوف من ان انت تكون جهزت الساعة ويخلص في نص ساعة، وده بيحصل وده هيحصل برضه، زي ما هيحصل ان انت هتلاقي المحاضرة طولت منك، هيحصل برضه ان محاضرات تانية تيجي تعملها تلاقيها قصرت منك. فدايما بيبقى عندك باك اب، بيبقى عندك حتة زيادة ممكن تقولها. ساعات مثلا بنيجي نبتدي المحاضرة بتاعتنا ونقول لو فضل وقت في الاخر هنتكلم في الموضوع الفلاني، ده الباك اب بتاعك. فانت مجهز حاجه زياده ممكن تتقال في الوقت لو الوقت ايه كان اكتر، او اللي عديته الاساسي كان اقل من الوقت المتاح ليك، فيبقى عندك حاجه تقولها. لو كورس كبير بتحط توبيك كامله، ممكن توبيك كامله تتحط في الاخر بحيث ان هي لو عندنا وقت هنقولها، ما عندناش وقت طب ادي الماتيريال بتاعتها تقدروا تقروا فيها. فيبقى انت بتعد للاتجاهين، ان انت planning for less time لان دي natural tendency، وبرضه يبقى عندك باك اب لحاجات تقولها زياده لو ان الوقت كان فاضل فيه حب. تاني حاجه ان انت يبقى عندك وقت برضه في المحاضره العامه او في الليسن او في الكورس ان انت هتتعرف على الناس، تبتدي سواء تعرف على اساميهم، تعرف على اتجاهاتهم، ودي اتكلمنا فيها في موضوع اللكتشرنج. لازم يبقى تحط للكلام ده وقت، هيحتاج وقت ان انت تقدم نفسك. هتقدم نفسك في دقيقه ولا في خمسه؟ ده مش جزء من المحاضره، ده جزء من الوقت اللي انت لازم تحطه تعمل حسابه وانت بتجهز المحاضره بتاعتك او وانت بتجهز الكورس بتاعك. عاده دي بتأفكت المحاضره اكتر، فانت ركز على ان انت لو رايح تقدم محاضره واحده هتقدم نفسك في الاول في 5 دقائق، وعندك اسئله في الاخر، وعندك مش عارف ايه، كل ده حطه في اعتبارك وانت بتعمل بلاننج للتايم. طيب انا بقى بدي محاضره او بدي كورس وفي اكتيفيتيز، اوكي. الاكتيفيتي دي هتاخد وقت قد ايه؟ اوكي. الاكتيفيتيز اللي بنعملها في المحاضره او في اثناء الكورس عاده بتبقى وقتها اضيق من لو هي هتتعمل حقيقي، مش مشكله عادي، المهم ان انت شوف الوقت قد ايه وادي وقت مناسب. طب اديت وقت اقل، بتتعلم، انت بتتعلم، قلت الحاجه تتعمل في ربع ساعه ولقيت الناس ما خلصتش في ربع ساعه، وفي فرصه ان انت تديهم 5 دقائق تاني اديها لهم. مفيش فرصه المره اللي بعديها لما تيجي تدي المحاضره دي اعمل حسابك ان الموضوع ده مش هيتعمل في ربع ساعه، ده هيتعمل في ثلث ساعه، هيتعمل في نص ساعه،
اوكي، لكن دايما حاول تحكم الوقت بتاع الاكتيفيتي، لان بطبيعه الحال اي حاجه مش محطوط لها تايم ليميتس بتاخد راحتها، تاخد وقتها. الناس بقى تبتدي تخرج، اللي يجيب لك كوبايه شاي الاول وبعدين يرجع يكمل في الاكتيفيتي، اللي يعمل مكالمه تليفون، اللي ما اعرفش ايه، علشان إيه الوقت مش محدد، احنا مش معروف هنقعد قد ايه وقت نشتغل. فيبقى لا، دايما حط وقت، حاول يبقى ريزونبل، ما تقلقش من ان انت تحط وقت اقل من اللازم او اكتر من اللازم. ده جزء من عمليه التعليم بتاعتك انت شخصيا، انت بتتعلم الاكتيفيتي دي عاده بتاخد وقت قد ايه. برضو من الحاجات المهمه اللي لازم تحطها في اعتبارك، ان على قد ما اتكلمنا في اهميه ان انت تجدد اهتمام وتجدد انتباه الناس في اثناء المحاضره، ان المحاضره نفسها وقتها طوله يبقى قد ايه؟ الريكومندد حوالين 90 دقيقه في الجراديوت والبروفيشنال. الناس الكبيره سواء من الاندر جراديوت يعني اقصد في الجامعه، او كورسات الدراسات العليا، او البروفيشنال تريننج، دايما بننظم وقتنا حوالين 90 دقيقه. ممكن 90 دقيقه دي تبقى 75 ساعه وربع او 80 او 100. ما تخليش المحاضره بتاعتك تطول عن ساعتين الا ربع، اوكي، اللي هي 105 دقيقه. كده كده الناس الاتنشن سبان بتاعها، قدرتها على الانتباه، عمرها ما هتزيد عن 20 دقيقه في المره. وعشان كده انت في خلال المحاضره بتجدد الانتباه، بس كل مره بتجدد الانتباه، الانتباه بتاعهم بيرجع اقل من اللي كان عليه بشويه، والمره اللي بعديها وهكذا. فبعد ثلاث مرات اربع مرات، لان الناس محتاجه بقى تاخد بريك، تطلع تفك رجليها شويه، تغير جو، تشم اكسجين جديد، تبتدي تتحرك، يقوم تفوق، ترجع اكثر انتباه. عشان كده لما كنت بتكلم من شويه على التايمينج، بقول الساعه 50 دقيقه. فمن ضمن الحاجات اللي ممكن تعمل لها بلاننج لطيف، والله انا النهارده جاي اتكلم معاكم 3 ساعات، يبقى احنا عندنا بريك اراوند 30 دقيقه. البريك اراوند 30 دقيقه ده ممكن تقسمه ل 2 بريكس، وتقسم الثلاث ساعات ل 3 ساعات، 3 حتت، او تقسمها من النص ساعة، ساعة ونص وساعة ونص، هيبقى أقل وأقل، وتحطه في النص ونص ساعة بتاعتك، أوكي؟ واللي عندك يوم 8 ساعات هتشتغل فيه، عندك 6 ساعات هتشتغل فيهم، وما إلى ذلك، قسمها بس بحيث إن دايماً تحاول تخلي الفترة الواحدة في حدود ال 90 دقيقة أو أقل كمان، يعني دايماً ميل لإن هي تبقى أقل، لكن ساعات بتحتاج تطول، يبقى ما تزيدش عن ساعتين إلا ربع. البريك لازم بعد البريك تبتدي على طول، وخصوصا لو هنقعد مع هنتقابل مع بعض كذا مره، اوكي. لو هنتقابل كتير، لو انا لو الناس بعد اول وتاني مره دخلت بعد البريك لقيتني انا لسه ما ابتديتش، او انا مش موجود في الكلاس روم، هيبتدي البريك اللي انا بقول عليه ربع ساعه يبقى اوتوماتيكالي تلت ساعه ونص ساعه لوحده. احنا خلينا واقعيين، احنا في مجتمع احساسنا بالوقت ريلاكس شويه، بغض النظر عن ده كويس ولا وحش، ده موضوع تاني نتكلم فيه في الكالتشر، لكن دي الحقيقه. فالناس بطبيعتها لما بتقول لها تعالى كمان تلت ساعه، بيبتدي يجي خمسه كمان 25 دقيقه. قليل من الناس اللي بيجي قبل الميعاد بدقيقتين وثلاثه ويقعد مكانه. ناس هتيجي على الميعاد بالظبط، في ناس كتير هتتاخر. لو الناس اللي جت متاخره او جت على الميعاد بالظبط، لقيتك انت ما جيتش، او لسه قاعد ما بتتكلمش، لسه قاعد بتعمل اي حاجه، بتاكل سندوتش، بتشرب كوبايه شاي، اي حاجه، اللي هيحصل من المره اللي بعديها الناس هتتاخر. فلو هنتقابل اكتر من مره بالذات، خليك صريح من قوي سوري، خليك مهتم قوي بالحته دي، في ان انت لا، انت بتدي في ميعادك بالظبط، يقوم اللي جاي متاخر دقيقه ودقيقتين، يلاقيك ابتديت في وسط الكلام، المره اللي بعديها ياخد باله اكتر. تمام؟ برضه من ضمن الحاجات اللي محتاج تاخد بالك منها، انك تحاول دايما تنهي عند الوقت. في ناس وانا منهم، يعني عندنا حاجه نقولها، بنحب نتكلم، بنحب ندي محاضره، بنحب نعلم الناس، بنستمتع بكده. فاللي بيحصل ان انت عندك محاضره ساعه، تلاقي نفسك قاعد بتتكلم ساعه ونص، وبترغي وبتقول وبتجيب وتعيد من اوله لاخر، الناس بتزهق منك. مرة في الثانية الناس مش هتحضر لك محاضرات، الناس هتبقى مش عارف الراجل ده بيضيع وقتنا، اوكي؟ فأنت لا، أنت ميعاد محاضرتك حاول تلتزم بيه بالظبط، أنا المفروض أخلص الساعة 3، 3 3 إلا 5، 3 و5 ذاتس ذا تايم، يا سلام لو قدرت تظبطها بالظبط
3 بالدقيقة هيبقى ممتاز. عادة دايما بيبقى عندنا بلس اور ماينس دقايق قليلة، مش مشكلة، لكن ما تخلصش بدري نص ساعة وتقعد، وفي نفس الوقت ما تأخرش نص ساعة والناس قاعدة، عايز الناس وراها التزامات، وراهم حاجات تانية، وراهم مواعيد، هيسيبوك ويمشوا أو هيبقوا قاعدين متململين وأنت اكشلي قاعد في الحالة دي بتتكلم نفسك، مش بتكلم الناس، الناس مش منتبهة للكلام اللي أنت بتقوله. خلصت المحاضرة، ما تخرجش. ما تخرجش، خليك قاعد أو واقف. كتير من الناس اللي بتسمع لك كان عندها أسئلة واتكسفت تقولها في أثناء المحاضرة، وبعضهم سألك وانت قلت له ما عندناش وقت دلوقتي، خلي السؤال ده بعد المحاضرة، وبعضهم خطر في باله حاجة بعد ما المحاضرة خلصت. كل دول لهم حق عليك، اقعد واسمع لهم واتكلم معاهم. قد ايه هتقعد بعد المحاضرة ما اقدرش اقولك، لكن حاول بقدر الامكان تدي كل الناس الوقت اللي هي محتاجاه. ساعات طبعا بيبقى قدامك مثلا مسرح فيه 300 400 واحد، اوكي، هتسمع سؤالين ثلاثه وانت واقف، وبعدين تبتدي تتحرك. هنا ده تكنيك تاني، انك لما تبتدي تتحرك الناس اللي حاسه ان سؤالها مش مهتمه بيه قوي هتنسحب، فتلاقي فرصه اكبر بره المدرج او بره الكلاس روم ان انت تجاوب على الناس اللي مهتمه باسئلتها. بعد شويه ابعد تاني، اوكي، لكن في الاصل ما تخرجش اول ما المحاضره تخلص. المحاضره تخلص تلم حاجتك وتجري، لا، استنى، ادي فرصه للناس، الناس دي ليها حق عليك، ليها حق عليك ما دمت انت خدت البوزيشن بتاع ان انت واقف بتديهم محاضره بتقول لهم معلومه، يبقى لهم حق عليك ان هم يستوضحوا حوالين المعلومه. فاحنا كده اتكلمنا مع بعض شويه عن ما يسمى بالتايم مانجمنت، او اللي ممكن نسميه تايم مانجمنت في المحاضره وبعد المحاضره وقبل المحاضره كمان. المره الجايه في الفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم مع بعض على بعض التيبس او بعض النصايح للايه اللي ممكن تعمله جوه المحاضره. فاحنا المهم في الفيديو ده اتكلمنا عن سام تايم مانجمنت تيبس، اولها كان الاعداد، انك عندك 10 ساعات لكل ساعه، وقلنا ازاي نقلل العشر ساعات دي عن طريق ان انت بشكل مستمر بتتعلم حاجه جديده، واتكلمنا عن ان خلي بالك من الوقت، الوقت بيسرح منك، انك تعد حاجه لو الوقت كان فاضي زياده، تظبط البريكس والاوقات بحيث ان الناس ما تقعدش معاك فترات اكتر من ساعه ونص، خليك حوالين الساعه ونص، خليك انت ملتزم بمواعيدك، ميعاد ما بعد البريك، ميعاد الاكتيفيتي وما الى ذلك، بحيث ان الدنيا تمشي بشكل منتظم اكتر. محدش هيشتكي لو انت التزمت بميعادك، لكن كتير قوي من الناس ممكن تتضايق لو ان انت ما التزمتش بميعادك. نتقابل ان شاء الله في الفيديو الجاي عشان نشوف بعض النصايح على ايه اللي تعمله وانت جوه الكلاس روم. ارجو ان انتوا تكونوا ما زلتوا مهتمين معانا بالموضوع، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي.